السوبر الإيطالي يعود لميلان، وسنوات الحرمان وسنوات الغياب وسنوات الانتظار انتهت الآن، لأن ميلان سيرفع كأس السوبر. مونتريبو وأباتي، ومبروك لكل ميلاني، مبروك لكل ميلاني. نعم، لقب طال انتظاره بعد الغياب. يعود ميلان وتعود جماهير الروسينيري للسعادة، للفرح، للابتسامة هذه الليلة في 23 من ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة. تعود الأفراح وتعود الليالي الملاح لنادي ميلان. فرح كبير يبرر الغياب الكبير في السنوات الماضية. أيها السيدات والسادة، هذه فرحة مبررة. نعم مبررة، لأن ميلان انتظر سنوات ست كاملة، ست سنوات عجاب لفريق نادي ميلان، لكن الكأس الآن ترفع والبطولة تعود، وميلان يعادل اليوفنتوس بسبع كؤوس السوبر تضع الفريقين في المقدمة في هذه المسابقة. ابتسامة كبيرة، فرح كبير، وبالتالي تبدأ الأفراح هنا في الدوحة، وأعتقد أنها بدأت الآن مباشرة في كل مكان في ضواحي ميلان. أيها السيدات والسادة، على هذه اللقطات المعبرة وعلى هذه الابتسامات وعلى هذه الأجواء وعلى هذه الأفراح الميلانية، الصغير والكبير في كل مكان كان يفرح، لأن ميلان يعود، ويا لها من عودة بكأس السوبر الإيطالي في مباراة نهائية كانت مثيرة وكانت جميلة، وقد تلاعبت بأعصاب الكل حتى اللحظات الأخيرة. ابتسمت لميلان، وركلات الترجيح قالت لا مرة أخرى لليوفنتوس عندما يلعب هنا في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الحارس الكبير دخل التاريخ من أوسع الأبواب، لأن تصديه الخيالي لركلة ترجيحية أمام باولو ديبالا فتحت الطريق لباساليتش، وفتحت الطريق لعودة ميلان للبطولات من جديد. أيها السيدات والسادة، على الخير كنا معا، وعلى المحبة سنلتقي دائما وأبدا بحول الله تعالى عبر قنوات أبوظبي الرياضية على هذه المشاهد السعيدة لعشاق الروسينيري. أترككم على الخير والمحبة والسلامة، وأعيد الكلمة الآن إلى الزميل أسامة الأميري، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.